انا كنصور حدا، انا كندير حدا، انا كنمونطي حدا، انا قسما بربي اخويا وهاد النهار السعيد كاين شي فيديوهات والله ما شايفهم، وهي كتقول لكم هو كيدير لي اللايك ورا فيا ما نمشي ندير دوك الفيديوهات وندعيها وهادي ولا اخره، ولكن لا ما خرجتش على السيطره اولا، ما بقاش تحترم ولا تدير شي حوايج اللي ما كانوش في البال ديالي انا غادي ديرهم. السلام عليكم اخوتي المغاربه، تحياتي لكم كبيره، مرحبا بك عندي اش واقع، مرحبا بكم في الدار ديالي اللي الدار ديالي متواضعه. تفضل اخويا. غبرت اخويا واحد المده تقريبا شي 6 شهور ولا 5 شهور، كنت صافي حتى قلت غادي واقيلا غادي نحبس انا كاع من هذا اليوتيوب، ولكن كاينين بعض الناس اللي كيحبوني وكيبغيوني وعاودوا اتصلوا بيا وقال لي يا خويا اسمح محمد حنا تنبغيو كتبقى تضحك معنا وهذه الى اخره. المهم ملي شجعوني دوك الناس وتحياتي لهم كبيره، انا رجعت عاوتاني معكم اليوم. اودي هذه القضيه ديال الفاتحه اخلي الجمل بارك، ما بغيتش نهضر انا دابا. شحال من مره هي خرجات وهضرات عليا وسباتني وشحال وشحال، وداك الشيء كامل اخويا اللي قالت والقسما باللي ما كاين منه والو. فاتحه اش غنقول لكم، خرجت على السيطره اولا، ما بقاش تحترم ولا تدير شي حوايج اللي ما كانوش في البال ديالي انا غادي ديرهم. وثانيا مني كنت معاها انا ما كانش تدير هذا الشيء، وهي تجرأت بزاف ديال الهضره في حقي، وانايا كنراعي الى دوك الوليدات اللي عايشين معاها دابا حاليا. يعني انا وليداتي بغيتهم يطلعوا في واحد التربيه حسنه، وانايا واخا هي دابا خرجت بدوك الفيديوهات وخرجت بزاف ديال الفيديوهات صورات من ورايا، ولكن اخويا انايا كنفكر في الولاد، مرة فيا ما نمشي ندير دوك الفيديوهات وندعيها وهادي ولا اخره، ولكن لا. بزاف ديال الحوايج من ناحيه التصوير هادشي ديال الفيديوهات راه هضرت عليهم اصلا، يعني ملي كنت مع انايا كنا كنصوروا فيديوهات عاديين. مؤخرا ماشي في الاول، وهي رد جرأت وكانت وخرجت عند بعد المنابر الاعلاميه، وشنو قالت لهم؟ قالت لهم سيمو انا كنصور حدا، انا كندير حدا، انا كنمونطي حدا، انا قسما بربي اخويا وهاد النهار السعيد كاين شي فيديوهات والله ما شايفهم، وهي كتقول لكم هو كيدير لي اللايك. راه الهضره طويله الشيء، انا ما بغيتش نبدا نتفرقع، الا بديت نتفرقع كيطلع لي الدم. انا تقطعت دابا، قطعت الشراب، قطعت كل شيء، فهمتيني؟ قاطع كلشي. دابا انا عايش بخير الحمد لله، انت جيتي عندي للمحل ديالي وشتيني كيفاش عايش في المحل ديالي، المهم بخير. وشحال من واحد تيقول لي والله العظيم دابا ملي تفرقتي على فاتحه الى احسن لك، احسن لك ما تبقى عايش معاها. انا فعلا اي انسان كما كان الرجل والمراه كيضرب الزوجه ديالو، علاش؟ كيشوف شي حوايج اللي ما يمكنش ديرهم، ضروري غادي تهضر معاها، الا ما تصنطاتش ليك يعني شنو بقى؟ قعد الضرب. ولكن اخوينا داك الضرب وداك الشيء انا عييت منه، مكذبش عليك، انا عصابي شي شويه ويدي كتسبق فمي، هذا هو المشكل. دابا هي كتبغي تصور، كتبغي دير، كتبغي تلبس، انا ملي كنت معاها راه ما كانتش تلبس هذا الشيء اللي ولات تلبسو دابا، وخرجت بشي اقوال اللي ما خصهاش تقولهم في حقي وحتى في حق العائله ديالها. يعني انا كنتصنت الفيديوهات ديالها، ضروري غنتصنت الفيديوهات ديالها، وكتصنت هي في نفس الوقت كتصنت الفيديوهات ديالي. وانا واخا ما كان واخا انايا شحال من واحد تيلومني تيقول لك سي محمد راه طايح عليه الدل كدا الى اخره، وقسما بالله اخوتي انا راه كنت عايش واحد المعيشه اي صابر الصراحه، راه كون جيت زعما نطبق القانون ديال الرجوله غنصدق بشي مونتي في خايب، وغادي نصدق اما غنحيدها من الكره ولا شي حاجه. المهم وقع بيني وبين الديرونجمو في الاول، وشحال من واحد غالط
تيقول لك اه والسي محمد كان سي محمد مخليها كدير الروتين كذا الى اخره. كنتي باغي تسولني هذا السؤال هذا ياك، يمكن لي نجاوب عليه ياك. شحال من واحد تيقول لك السي محمد خايب تيضرب فاتحه، ولكن الانسان ما تيكون عايش تيقول لك ما بين المراه والراجل ما تعلم بهم الا الله سبحانه وتعالى. انا كنت عايش معها واحد المعيشه زوينه، ماشي ما زويناش، ولكن مؤخرا في التواخر هذه يعني ملي تحولت من المنزل ديالي دابا اللي انا فيه، راه كانت ساكنه معايا هي هنايا، هنا كنا ساكنين انا وياها ودرنا موحل انا وياها، وانا شحال من واحد غلط فيه تيقول لك وانت راك عم دخلك فاتحه عند الدار ديالها هذه لاخره. وشوف اخويا ولا اختي، راه انتوما مع قلت لكم راه المراه والراجل متعلمين والله شي الدار، قسما بالله الى النص ديالي انا وياها تقريبا، وانا اكثر منها دابا هي راه كتخلص غير طريطه حاليا. ما كتقول لك راه الحاجه الواعره هي الدفوع، راه دفعنا 7 مليون اللي دفعت هاد العبد المذنب اللي كتشوفوا فيه وانتم اللي حاقرين وكتقولوا لا، راه الراجل هو اللي كيجبدها، هو كيجبدها من فم السبع. راه انا راه تمارا الحمد لله كيعرفوني الخوت يعرفوني الناس، ما عمري ريحت تنكون مريض وتنمشي نخدم، وكنصور فليسات وكنجمعو وكنقولوا حنا بيناتنا الوليدات، ولكن ملي بغينا نديرو الدار انايا كبير في اللاج ما بغاش يدوزوني انايا. قلت المدام تكلفي انتي، يعني انا ماشي انا عندي بحال يعني الدار غنديروها للوليدات، انا كبرت في اللاج، انا غيجي واحد النهار غادي نتوفى، يعني ملي بقات الدار قلت لها كتبي الدار في الاسم ديالك وحنايا خدامي الحمد لله و تنتعاونوا بيناتنا، ولكن اخويا هي كتخرج شي اقوال انا الدار ديالي انا من هنا انا غنجري عليه. علاش؟ حيت ولات الدار في الاسم ديالها، كون كانت في الاسم ديالي والله ما تخرج لهذا الشيء هذا اللي كتشوفه اخوتي المغاربه، ولكن الحمد لله ربي كبير انا تنمى حالي، اذا جرات عليا هي الحمد لله نمى حالي، ما خطاني تا خير، باقي بصحتي باقي بخير الحمد لله. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.